إن شاء الله تعالى نقف وقفات مختصرة حول سيرة أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي مختصرة لسببين. السبب الأول أننا لا نريد أن نطيل على الناس. السبب الثاني أن ابن الجوزي رحمه الله في خواتيم سيرة عمر رضي الله عنه قال: اختصرنا ترجمته وسيرته لأن لنا مصنفا خاصا بعمر، من أراد التوسع في أخباره ومن أحب الاطلاع عليه فليرجع إليه. ونقف إن شاء الله 10 وقفات مع سيرته رضي الله عنه. الوقفة الأولى: اسمه عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي. عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة إلى آخره. أمه حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم. أسلم عمر رضي الله عنه، وهذه الوقفة الثانية، سنة 6 من النبوة، وقيل سنة 5. أسلم في سنة 6 من النبوة، قيل في سنة 5 من النبوة، يعني قبل الهجرة ب8 سنوات أو ب7 سنوات. أسلم وهو ابن 26 سنة رضي الله عنه. ومن أعظم أسباب إسلامه، ذكر بعض المؤرخين بعض القصص لكن فيها مقال لا أريد ذكرها لأننا نريد الصحيح ما استطعنا إلى ذلك، لكن من أعظم أسبابه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا كما في صحيح الترمذي للألباني رحمه الله عن عبد الله عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر ابن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام، في رواية بعمر ابن هشام، بعمر ابن الخطاب أو بعمر ابن هشام وهو أبو جهل، وهنا قال أو بأبي جهل ابن هشام، فكان أحبهما إليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فكان أحبهما إليه عمر بن يعني فكان عمر بن الخطاب أحب الرجلين إلى الله تعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أي أعزنا الله بإسلامه. رجل قوي في دين الله تعالى، وهكذا الدين أحيانا يحتاج إلى مواقف قوية. ورأيت كثيرا من الناس في المساجد وفي غيرها يتخاذل عن نصرة هذا الدين، أكثرهم بحجتين، ورأيت أكثرهم يتخاذلون بحجتين. الأولى: لا نريد المشاكل، والثانية: هؤلاء من الأهل، ديل أهلنا وماذا نختلف معهم، ديل أهلنا وماذا نختلف معهم، ما بقولة في الميراث ولا بقولة في مشاكل بتاعت قروش، يعني ممكن مشكلة بتاعت قروش ولا أرض ولا عربية ممكن يفتح بلاغ في أهله، وممكن يقاطع مش في الدين العظيم، لا يقاطع بس في مناسبة بس ما جوا، بس لك عندنا سماية بتبتنا والزول ما جاء، تاني لابن جيو ولا يجي في سماية، ما واجب ذاته يجي. عثيمين قال واجبة الوليمة، الوليمة واجبة، وإذا ما ترتب على مشقة وضرر، يعني ما ترتب على ضرر يجي من آخر الدنيا ويتضرر، ولو بيقدر يجي من آخر الدنيا يجي، لكن غير كذي تلقى زعلان. واحدين كمان يقول لك والله يتوفى لنا زول والزول ده ما جانا، عزانا بالتلفون ساي
إشاك لهل وقاطع. وفي التوحيد والعقيدة والدين اتخاذل، يقول لك نحن ماذا أن شاكل الأهل، لأنه الله قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا شنو أرحامكم. ودي ما الآية، ما هنا الآية دي تفسد في الأرض وتقطع الأرحام بسبب هذا الفساد أو بسبب أمر من أمور الدنيا لا يوجب قطيعة الرحم، لكن كونه تنصر الدين والعقيدة والتوحيد ولو خالف الكلام ده الأهل ده كانوا عليه والأنبياء. أشفت إبراهيم عليه السلام قال لهم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم الناس اعتزلوا ليه؟ بسبب الحق. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. ذي ما خير منه انجت، خلى أهله ومشى عشان الدين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الله سبحانه وتعالى أداه بدل أهله، أداه نبيين كريمين. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وابنى له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. لذلك انت كثير من الناس يقول لك احنا ما دارين مشاكل، هو زول ما في زول دار المشاكل، زول عاقل كذا دار المشاكل ما في. لكن انت لما تجي تقول الحق والناس يقفوا ضدك، هل تترك الحق خوفا من مصادمة الناس ولا مجاملة لهم؟ زمان قالوا للأنبياء لصالح عليه السلام يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. فإنت تقول الحق يكون عندك مواقف كما فعل عمر رضي الله عنه. طيب، وقال صهيب رضي الله عنه لما أسلم عمر جلسنا حول البيت حلقا وطفنا وانتصفنا ممن غلظ علينا. أي زول كان بغلظ علينا بعد أسلم عمر انتصفنا منه. شو القوة دي؟ الوقفة الثالثة يا جماعة باختصار صفة عمر رضي الله عنه، صفته. قال ابن الجوزي كان أبيض أمهق، يعني شديد البياض، كان أبيض أمهق، تعلوه حمرة رضي الله عنه، وده جمال. طوالا، كان رجلا طوالا، أصلع أجلح، يعني كان عنده شنو جلحات في البداية، ولما كبر في سنه صار شنو أصلع الرأس رضي الله عنه. شديد حمرة العين، عيونه فيها شنو فيها حمار رضي الله عنه. قال في عارضه خفة، في عارضه خفة، لم يكن كثير اللحم في شنو في العارض، مع أنه كان له لحية رضي الله عنه. طيب، فعمر كان عظيما في خلقته، حتى قال عبد الله بن عيسى رحمه الله قال وكان تحت عينيه خطان أسودان من البكاء، يعني يبكي من خشية الله حتى صار تحت عينيه خطان أسودان من البكاء، كان مهابا. وكما سيأتي البيان إن شاء الله تعالى، إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. شوف الشخصية دي كيف، زول طويل وعظيم الخلقة وخفيف العارضين وأبيض أمهق به حمرة وأجلح، ثم صار أصلع الرأس، وفي عينيه شدة حمرة، وتحت عينيه خطان أسودان من البكاء، وهو مهاب رضي الله عنه. إذا سلك فجا سلك الشيطان جنو فجنا، الشيطان بخلي الشارع، مع أنه هو ما شايف الشيطان، لكن الشيطان بخلي جنو خلي للشارع. نازل عجيبين يا أخي.
طيب الوقفة التي بعدها الرابعة أولاده رضي الله عنه. ابن الجوزي ذكر له 12 ولد بين ولد بين ذكر وأنثى، بين ابن وبنت، ذكر له 12 من أولاده: عبد الله ابن عمر، وعبد الرحمن، وحفصة رضي الله عنهم جميعا، وزيد الأكبر، وزيد الأصغر، وعبيد الله، عنده عبد الله وعنده عبيد الله، وعاصم. عاصم ده عجيب. عاصم لما خرج عمر من الليل في بعض الروايات وسمع امرأة تقول لبنتها: زيد اللبن ماء، قالت: إن عمر أمر مناديه فأذن في الناس أن لا يزاد اللبن ماء. فقالت: أين نحن من عمر؟ العمر يرانا. فقالت الفتاة لأمها: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. فسمعها عمر فسر بها، ثم ذهب إلى أبنائه فقال: أي بني، من منكم يريد الزواج؟ الدائر يتزوج منه. فزوجها عاصما، فأنجبت بنتا، فأنجبت البنت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. نازل عجيبين. طيب، وعبد الرحمن الأوسط ده من أولاده، وعبد الرحمن الأصغر عنده 3 سماهم شنو؟ عبد الرحمن الأصغر قال أمه أم ولد، والأوسط أمه لهية، وعبد الرحمن الأول وحفصة أمهم زينب بنت مضعون. نازل بيتزوجوا كم شنو؟ كم زوج رضي الله عنهم جميعا. طيب، ومن أولاده ومن أبنائه أيضا فاطمة، أمها أم حكيم بنت الحارث، ومن أولاده عياض، أمه عاتكة بنت زيد، ومن أولاده زينب، أمها فكيهة أم ولد. طيب، دي الوقفة الرابعة. الخامسة: عمر رضي الله عنه أحيانا يوافق القرآن، وهو من المحدثين، فإيكم في أمتي محدث فعمر. ولذلك هؤلاء الذين يدعون علم الغيب الرد عليهم من وجوه: الوجه الأول أنهم لا يساوون عمر رضي الله عنه، ثانيا عمر لم يكن يعلم الغيب، ومن أقوى الأدلة على أنه لا يعلم الغيب وإنما هو يقول كلاما يوافق الحق أحيانا، أو يوافق عفوا يوافق الواقع. الدليل على أن عمر رضي الله عنه لا يعلم الغيب في صحيح مسلم، لما جاء جبريل عليه السلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم 5 أسئلة: عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعن أشراط عن أمارات الساعة. في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية: أتاكم يعلمكم أمر دينكم. انتهى الكلام. طيب، فلا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ألا عقيدتك في الله نظيفة؟ الغيب ده لله وحده، ولله غيب السماوات والأرض، كما في سورة النحل، وفي سورة الرعد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وفي سورة النمل: قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وفي سورة آل عمران: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. طيب،
عن أنس قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي عز وجل في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واحد اثنين واثنتان وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب ثلاثة واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فجاءت الآية فنزلت كذلك حديث متفق عليه يعني في البخاري ومسلم واتفقا على صحته ستة يا جماعة الوقفة السادسة ذكر جملة من مناقبه وفضائله رضي الله عنه قال ابن الجوزي قال أهل العلم أنا في أشياء قاعد حذيفة وذكرت الكلام ده يعني في الموضع الذي يحسن فيه حذفها وفي أشياء نظيفة في الموضع الذي يحسن فيه أو تحسن فيه الإضافة قال أهل العلم لما أسلم عمر عز الإسلام واحد أي أعز الله به الإسلام وهاجر جهرا هاجر شنو جهرا قدام الناس قال وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها شهدها عمر رضي الله عنه والله ما هذه قوة بتاعة إيمان في أبي بكر وفي عمر وفي غير من الصحابة الزول يا جماعة يخش معركة والدم سائل ويتجرح ويتألم تاني تجي معركة برضو يخش حسيت انجوك كل أسبوع راح ماشيين الدوام رحلة والعربية مكيفة وماشي وتقيف كمان تقيف تشرب شاي وبسكويت وباسطة بلبن وكله وماشي في الطريق الأسبوع اللي بعده جوك أسمع قبل الصبح راح في دعوة أصل ناس ود الناير ديل يجوك نص الليل شوف ده يجوك راح تمشي الأسبوع اللي بعده أسمع ماشيين نيالة ماشيين لبيض ماشيين وين بتقول لهم يا جماعة صبروا شوية الشغلة دي كيف الصحابة ديل مش ماشيين رحلة دعوية وفيها راحة في الطريق وعربات مكيفة ماشيين شغل بتاع موت فالناس ديل أسود كيف ورجال كيف موت عديل والدم سائل والبمش يده تتقطع والبمش بيجينا في بعض التراجم إن شاء الله تعالى يبقى أعرج بسبب معركة والبمش يقطع جزء من جسده وبعد تاني أرح في معركة تانية طوال يمشي وكان ما في شيء مش به ويبكي ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا الآية دي ما حزنا حزن ما في القلب حزنا يعني شدة يعني الشدة وقع شديد عليهم كونوا يخلوا شنو الجهاد ويكونوا في البيوت وفي التجارة والصحابة الباقين يمشوا يجاهدوا ناس زي الرجال كل المشاهد قال لك حضرة عمر رضي الله عنه جو يا أخي الروافض يطعنوا فيه ويقولوا منافق ويقولوا كذا ويقولوا لعنه الله لعنهم الله الذين يلعنونه تقول لعنهم الله لعنه الله في منافق بيشهد المشاهد كلها هو مسلم ما نجيض ما بيشهد الشغل خلي رضي الله عنه ويأتي إلى حذيفة هل عدني رسول الله من المنافقين صلى الله عليه وسلم فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا طيب قال وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين ذي المنقبة رقم أربعة خمسة وأول من كتب التاريخ للمسلمين ذيك أربعة دي خمسة ستة
وأول من جمع الناس على صلاة التراويح، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. 7 وحمل الدرة وأدب بها، حمل الدرة وأدب بها رضي الله عنه، في قصة المعروفة وهي في سنن الدارمي. 8 وفتح الفتوح، فتح الله به البلاد. 9 ودون الديوان الدواوين. 10 وحج بأزواج، شوف كمان دي جميلة جدا، قال وحج بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، ساق زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ومشى شنو؟ حج بهم رضي الله عنهم جميعا. طيب 11 يا جماعة، ودي ذكرناه في طيات الكلام، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان في الأمم محدثون فإيكم في أمتي فعمر، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. حديث رقم المنقبة رقم 12 برضو ذكرناه قبل، عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك، أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم. طيب في حديث ضعيف أن عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى العمرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي أشركنا في صالح دعائك ولا تنسنا، هذا حديث ضعيف كما في ضعيف الجامع للألباني رحمه الله. طيب 13 قال وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد أمتي في أمر الله عمر، أشد أمتي في أمر الله عمر، كان شديدا في الحق لا يهاب أهل الباطل، وكان قويا في طرحه للحق رضي الله عنه وأرضاه. طيب الوقفة 7 يا جماعة، خلافة عمر رضي الله عنه وتواضعه واهتمامه برعيته. قال حمزة ابن عمرو توفي أبو بكر مساء ليلة الثلاثاء 8 بقين من جمادى الآخرة من سنة 13 أي من الهجرة، فاستقبل عمر بخلافته يوم الثلاثاء صبيحة موت أبي بكر. ليه عجلوا بالخلافة يا جماعة؟ لأن الأمة لا بد لها من راع ومن خليفة، وإلا حلت الفوضى. طيب عن جامع بن شداد عن أبيه قال كان أول كلام تكلم به عمر، كان أول كلام تكلم به عمر حين صعد المنبر أن قال اللهم إني شديد فليني، وإني ضعيف فقوني، وإني بخيل فسخني، يعني اجعلني سخيا، وهذا من تواضعه، وإلا فهو من أكرم الناس رضي الله عنه. طيب شوفوا القصة دي يا جماعة تدل على تواضع عمر رضي الله عنه، وننتقل هي والتي بعدها وننتقل إلى الوقفة 8. قال عن ابن عمر، قال ابن الجوزي عن ابن عمر قال قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى، ناس من التجار جو ونزلوا شنو المصلى بيبيتوا فيه، فقال عمر لعبد الرحمن هل لك أن تحرسهم الليلة من السرق، يعني من السرقة؟ قال فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما. طيب قال فسمع عمر بكاء صبي، بالليل سمع له بكاء شنو؟ صبي، فتوجه نحوه فقال لأمه اتق الله وأحسني إلى صبيك، ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه، فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك،
ثم عاد إلى مكانه، فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه. ثاني سمع بكاء شنو؟ الصبي. فأتى أمه فقال لها: ويحك، إني لأراك أم سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة، يعني الليل ده كله ابكي. قالت: يا عبد الله، قد أبرمتني منذ الليلة، إني أريغه عن الفطام فيأبى. قاعد أفطم فيه، دار تفطم بدري ويأبى. قال: ولما؟ ليه دار تفطمه بدري وهو بيأبى؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للفطم، ما بيفرض أموال إلا للشنو؟ للمفطوم وما فوق. قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا شهرا، يعني أدوب شنو؟ صغير شهور. قال: ويحك، لا تعجليه، أو لا تعجليه. فصلى الفجر. شوف عليك الله الرجل ده، وشوف تواضعه، وشوف خوفه من الله سبحانه وتعالى، رجل عجيب. قال: فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء، يبكي حتى أن الناس لا يستبينون، لا يميزون قراءته من شدة شنو؟ بكائه. ومساهر الليل كله بحرس في ناس تجار، ما عشان تجارة، عشان جو ضيوف خايف يسرقون، ويتفقد حتى الطفل الصغير. قال: فلما سلم قال: يا بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديا فنادى: ألا تعجلوا صبيانكم على الفطام، لا تعجلوهم أو لا تعجلوهم، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. ثاني من الليلة أي مولود ولدوه شنو؟ نفرض له. وكتب بذلك إلى الآفاق أن يفرض لكل مولود في الإسلام. هذا من اهتمامه برعيته رضي الله عنه، من زوده رضي الله عنه، ومن تواضعه. قال عن أنس قال: كان بين كتفي عمر ثلاث رقاع، ثلاث رقاع، ومن خوفه من الله تعالى. وهذه الوقفة الثامنة. قال عبد الله بن عمر: كان عمر بن الخطاب يقول: لو مات جدي بطف الفرات، يعني بطف يعني بناحيته، لخشيت أن يحاسب الله به عمر. جدي، جدي يعني زي العتوت يعني. وعن عبد الله بن عامر قال: رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال: يا ليتني كنت هذه التبنة، ليتني لم أخلق، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أكن شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا. ثم ذكر ابن الجوزي ما ذكرته في بداية الكلام، قال عن عبد الله بن عيسى قال: كان في وجه عمر خطان أسودان من البكاء، وكان يتعبد لله تعالى. عن سعيد بن المسيب قال، أو المسيب قال: كان عمر يحب الصلاة في جوف الليل، يعني في وسط الليل. دي يا جماعة عبادة، والله نصيحة لأي زول دار يغض بصره بالنهار وتعبه بس يصلي بالليل. عندك مشاكل دار تحلها بالنهار بس صلي بالليل، وأدعو الله سبحانه وتعالى. يا أخي القرآن ده لو قريته بالليل شفت عنده أثر أكثر من بالنهار. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مشنو قيلة، يعني عنده أثر أشد إذا صح التعبير. يواطئ فيه الصوت واللسان القلب، أو العكس، يعني القلب واللسان مجتمعا سوا، تبتقرأ وبقلبك شنو تخشع. صلي بالليل، دول يدعو الله ويتضرع لله سبحانه وتعالى. طيب، من كلامه ومواعظه رضي الله عنه، هذه الوقفة قبل الأخيرة، الوقفة التاسعة،
عن ثابت بن الحجاج قال قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. دول حاسب نفسه ماشي للخير ولا ماشي للشر، من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. في ذنوب تلقاك سنين ما قادر تخليها، حاسب نفسك كل مرة تنظف. في حاجات في القلب تنظف حتى تلقى ربك بقلب سليم وبصحيفة بيضاء وبعمل صالح. وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا، يعني إذا وزنتم أنفسكم اليوم فإنه أهون إليكم أو عليكم في الحساب غدا. كلما حاسب نفسه العبد في الدنيا فإنه يخفف من عذاب الله من حساب الله يوم القيامة، لأنه إذا حاسبها في الدنيا تاب إلى الله واجتهد في الخير يخفف على نفسه في الآخر. قال فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. قال فزينوا أو فزينوا للعرض الأكبر، يعني زينوا أنفسكم وتزينوا أنتم للعرض الأكبر. بماذا يتزين العبد؟ بتصفية نفسه. ولذلك أقسم الله في سورة الشمس 11 قسما متتابعة، 11 قسم قسم وراء بعض، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. جواب القسم قد أفلح من زكاها. 11 قسم الله يقسم لك، وبعد القسم يقول قد أفلح، قد أداة تحقيق، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، التزكية من التطهير والنماء، طهرها من الشر ونماها بالخير. وقد خاب من دساها في الذنوب والرذائل والشر. طيب ثم قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، تلا هذه الآية. قال وعن الأحنف قال قال لي عمر بن الخطاب يا أحنف، شوف عليك الله المواعظ دي جميلة كيف. قال لي يا أحنف من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، يعني أكثر من المزاح. وإلا فإن العبد يستخدم أحيانا شنو المزاح كما مر بنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أكثر من شيء عرف به، وما أعظم أن تعرف بالدعوة إلى التوحيد، هاي جميلة. الناس بيعرفوني يا أخي يقول لك ده الفنان الفلاني ببكي البنات وده ببكي الأولاد، ناس بيبكوا ذاته إن سألتهم بتبكوا ليه ما بعرف، والله يبكوا الواحد ويتخجع لا مالك بتبكي، يقول لك سكت الرباب، وخلاص ما سكت الرباب أنت ما تسكت، أنت هو سكت الرباب اللي ببكيك شنو؟ كلام ذاته عجيب. قال ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه. خطأ بتاعه شنو؟ يكثر. زول ما يكون كلامه شنو؟ كثير فيما لا ينفع. ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. مات قلبه. الورع والزهد الفرق بينات، الزهد أعلى، الورع ترك ما يضر في الآخرة. شيء اللي بيضرك في الآخرة شنو؟ تتركه. يعني زول تلقاه راكب عربات وعمارات ساكن وكذا ويضحك ويتونس وإلى آخره وقروش وناي، لكن شيء بضره في الآخرة ما بسويه،
معاصي وذنوب وشر وحاجات وإسراف في غير موضع. لكن الزاهد يترك ما لا ينفعه في الآخر، داك بس بيترك اللي بيضره، دا مش اللي بيضره، الما فيه نفع ذاته في الآخرة شنو بيترك الزاهد. عشرة يا جماعة، وده آخر شيء، وفاة عمر رضي الله عنه، وفاة عجيبة رضي الله عنه. قال عن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم، يعني في الصلاة، في صلاة الفجر، ما بيني وبين عمر إلا عبد الله ابن عباس، ما بيني وبين عمر إلا عبد الله ابن عباس، أو إلا عبد الله ابن عباس. قال: غدا أصيب، يعني في اليوم الذي أصيب فيه عمر رضي الله عنه، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر، عمر رضي الله عنه. قال: وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، يقرأ سورة يوسف أو النحل. وتخيل عمر رضي الله عنه يقرأ مترسلا. طيب، ويبكي في موضع البكاء وهكذا، ويدعو، أو يبكي في موضع البكاء كما في أثر شداد بن أوس بكى رضي الله عنه عندما قرأ قول الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال شداد: بكى عمر حتى سمعت نشيجه، وكنت في آخر المسجد وكان المسجد ممتلئا، يعني بكى إلى أن هتف بالبكاء وتحرك جسده حتى سمع شداد في آخر الصفوف بكاء عمر رضي الله عنه. قال: فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول، بعد كبر بس في اليوم ذاك، سمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، يعني طعنه ذلك الطاعن وهو أبو لؤلؤ المجوسي، رجل مجوسي. في بعض الآثار أن عمر رضي الله عنه مر بأبي لؤلؤ المجوسي وهو عبد المغيرة، ومع عمر حذيفة رضي الله عنه، فنظر إلى أبي لؤلؤ وهو يستن خنجره، ولخنجره شفتان، عندين اثنين، فقال له عمر: ما هذا يا أبا لؤلؤ، ما شأنه؟ قال: إن لهذا شأنا تتكلم به العرب والعجم. قال: إذا أنا ناوي به حاجة تتكلم به العرب والعجم. فصار حذيفة رضي الله عنه يمشي ويأتي خلف عمر، حتى جاء عمر ذات يوم فقال: يا حذيفة، إني مرسلك إلى خراسان. فقال: أو غيري يا أمير المؤمنين، أنا ماذا أفارقك، أو غيري يا أمير المؤمنين؟ قال: بل أنت. فاشترى جوادا مضمرا، دار يسرع، لو بيمشوا في أسبوعين دار يمشي في أسبوع عشان يجي راجع لمنه، عمر رضي الله عنه. فلما وصل خراسان سمع بمقتل عمر رضي الله عنه، ذو الحاقد، شكي المجوس ديل بكره عمر رضي الله عنه من بدري، وما قتلوا، جاءوا مباشر. تخيل جاءوا في شنو؟ الصلاة، ما يقدر يجي مباشر، وش ليه وش، ما يقدر، كان مهابا رضي الله عنه. طيب، قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، أي قال هذا. فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، طعن الناس في شنو؟ في الصلاة، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين، واحد في الصلاة شاف الزول شنو طعن في الناس، طرح عليه برسنا، طرح عليه توب، شافوا طعن في الناس. فلما ظن العلج أنه مأخوذ، عرف أنه خلاص بقبضه، نحر نفسه، قتل نفسه،
طيب في كلام كثير حد ما قال. عمر رضي الله عنه في هذه الرواية قال: فأتي بنبيذ، يعني النبيذ الذي لا يسكر، فشربه فخرج من جوفه. لما شرب خرج من شنو؟ من موضع الطعن. ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه. ده خرج من جوفي عفوا، وده خرج من جرحي اللبن، فعرفوا أنه ميت. قال: فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه. شوف الموقف ده جميل كيف، هو في شدة الطعن لا يمنعه الألم من الأمر بالمعروف والنهي عن شنو؟ منكر. قال: وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك. قال: من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. داري بشر، يعني أنت كنت صحابي، وقدم في الإسلام، قديم في الإسلام، لأنه أسلم وكان وبعد 40 رجلا وعشرة نسوة أو نحو ذلك، ذكر ذلك ابن الجوزي في مقدمة كلامي أو نحو هذا العدد. قال: وقدم في الإسلام ما قد علمت، يعني علمت أنت يا عمر هذه الفضائل، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، يعني تقتل اليوم شهيدا. قال: وددت أن ذلك كان كفافا لا لي ولا علي، يعني يا ليتني خرجت من هذه الدنيا كفافا لا لي ولا علي. هذا اللي بعظم الله. قال: فلما أدبر، أي هذا الشاب أدبر، إذا إزاره يمس الأرض. إزاره ماشي شنو؟ يمس الأرض. قال: ردوا علي الغلام، جيبوا الغلام. فالزول ما شاف له موقف من مواقف فساد العقيدة وسكت، ولا موقف من مواقف فساد المنهج، وإنما رأى هذه المعصية وهو مطعون ويشرب اللبن ويخرج من جرحه، يعني في شدة الألم. قال: ردوا علي الغلام. فالصحابة ذل بعظموا الدين كيف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. زول إن جاءوا صداع يحنسوا تحانيس، اشتغل دعوة، يقول لك يا أخي مصدق، وده مضعون وما دعوة للتوحيد، بس رأى هذه المعصية إسبال الإزار. قال: ردوا علي الغلام. قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك، الثوب بيبقى نقي ما بيتنجس، وأتقى لربك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، في النار، كما في سنن أبي داود من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. شكي جماعة الزول إزاره يقصروا، وده عمر رضي الله عنه، ما كلام جماعة ولا حزب، قصر إذا أنا والله أتمنى أن أرى المسلمين في الأرض جميعا يقصرون يعني إزارهم. ليه الزول يخش النار بس بسبب حاجة أقل من شبر؟ ما بتخسرك شيء. وتلقى بعض الشباب لابسين البنطلون لما الواطة ما أكلاو، ما شفتهم؟ تلقى مكرفس والواطة ما أكلاو. أنت ليه قصر إزارك؟ ما بضرك شيء. ليه الجلابية تسويها طويلة لما تجي بالموية تقعد ترفع فيها؟ تكرفسها المكوزات، تتكرفسها وتجي محل شنو؟ تزويه. الجابرك شنو؟ أرفع إزارك. وده كلام عمر رضي الله عنه، وفي أحاديث في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وفي أحاديث في البخاري. طيب قال: يا ابن أخي. وده يا جماعة فيه النصح مع شدة الألم، والنصح مع مدح المنصوح للناصح. ما مدحه قبل، كونه مدحه ما استحى إنه شنو ينصحه، دي فائدة خدتها في راسك. كونه زول أحسن ليك ما يمنعك إنك إنت شنو، بل ده من الإحسان له. ركبك معاه في العربية، شغل بجاي غنى،
شغال فتح لك المكيف، قال لك المكيف ده كيف وانت مكيفك المكيف ومضايقك شنو الغنى بتاعه ده وراكب معاه ما تخجل منه ولا والله جزاك الله خير. عربيتك دي ظريفة لكن انت عارف الغنى ده هو بعاين لك كله ما تعمل حادث ما تعمل حادث تاني امي شوية ولا اسمع لكن الغنى ده انت عارف بداك اديه نصيحة يعني ما الا شنو الا تنهره الا تنهره وتشاكله ده شنو يا زول نزلني هنا ما بننزلك وبيشتغل فيه غناوي انت انصحه بالتي شنو يا احسن والادهى والامرت القمع علق له كمون وحجاب قمع علق الكمون والحجاب وانت تشوفه تلبت ساي. واحد قال لي من اخواننا قال لي اشتغلت سباكة ولا كهرباء في بيت الله يهديه واسع عرف انه ده غلط وكذا واجب عليه يتوب الى الله سبحانه وتعالى. قال لي انا شغال قال لي البيت حق واحد تجاني طريقته تجانية قال لي اثناء ما شغال قبل ما يديني القروج قال لي اسمع انا تجاني قال قلت له ما شاء الله والله قال لي ما قلت له قبل تقول له ما شاء الله دي مشيئة لكن برضو نحن ما بنبرر لك غير ما تقول له الحمد لله وإن كان الله سبحانه وتعالى يحمد جل وعلا لكن كان الواجب أن يقول له شنو الحق وليت تجاني آخر التجانية دي قالوا صلاة الفاتح بتعدل القرآن 6000 ختمة والقرآن ما بيعدل كلام وكذا وكذا الكلام ده باطل وأحمد التجاني قال لقيت الرسول يقظة لا مناما وده كلام باطل وخلي التجانية وعندهم تجانية تربية وتجانية غير تربية وديلك بيعتقدوا كذا وكذا وكذا توري عقائد التجانية المنحرفة من أجل أن يتركها تصلح له الكهرباء بتاعت البيت وصلح له كهرباء راسه دي لأنه راسه ده ذاته راسه ده ذاته عنده فيوزات ضاربة الزول نوري والحق بل ها لا لا انت بعد تمسك قروشك انت ما تلبس تمسك القروش وقول له الله ما شاء الله جزاك الله خير قروشك سمحة لكن طريقتك ما سمحة وريه والحق لكن توريه بأسلوب شنو طيب ما دام انه من عامة أهل الباطل بخلاف الذي يكون رأسا شنو في الباطل أو معاندا. طيب فعمر رضي الله عنه مع أن هذا الشاب أثنى عليه خيرا ومع أنه في شدة ألمه ما منعه ذلك من النصح له. قال ثم قال عمر رضي الله عنه يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. شوف الدين العلي الإنسان يا جماعة لا يستدين إلا لحاجة كحال هؤلاء الصحابة ما كانوا يستدينون لترف وإنما لحاجة إذا استدان أحدهم فإنه يهتم لأمر هذا الدين. قال ابن عثيمين فإن الإنسان لا يستدين لأمر من أمور الدنيا ليس من المهمات. تلقاه شاف له طقم بتاع ملابس عجبه ولا داك واحدين نساوين تلقاه مدينات من التريلات ديك بتاعت العدة يقول لك ده طقم بتاع عدة وكذا وكذا المرأة ملانة ديون والله الذي لا إله غيره والراجل تلقاه ملان ديون في شيء تافه. ومرات الواحد يكون عنده القروش ويتدين وتلقى ماسك القروش ومدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم مطل الغني ظلم. عندك قروش والزول لا يرى منك قروش ده ظلم تديه شنو قروشه. طيب قال فحسبوه فوجدوه 87,000 أو نحوه. قال إن وفاه يعني إن وفى هذا المال أو وفاه مال آل عمر فأده من أموالهم. قال لي ولده كذا وإلا فسل في بني عدي ابن كعب لواهله فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. تاني ما تمش لغيره يعني قبل قريش دي الآخر ثلاثة ذكرون
واخر ناس ذكروا. قال فأدي عني هذا المال. بعد ذاك عمر رضي الله عنه قال لعبد الله بن عمر انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل لها، شو الكلام ده مؤثر كيف، فقل لها يقرئ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، يعني أنا بعد دشنو مفارق، وقل يستأذن عمر ابن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، لأن هذه حجرت منه عائشة رضي الله عنه. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي رضي الله عنها، فقال يقرئ عليك عمر السلام ويقول لك يستأذن أن يدفن مع صاحبي. فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي، يعني سأقدمه على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، مضعون قال لهم ارفعوني، فأسنده رجل فقال ما لديك، قال لولدي عبد الله ما لديك، قال الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذنت، يعني أذنت أن تدفن في حجرتها بالقرب من صاحبيك، بالقرب من أبي بكر ومن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، ده أكثر شيء كنت شنو، فإذا أنا قبضت فاحملوني ثم سلم. فقل يستأذن عمر بن الخطاب، ثاني بعد تشيلنا أنا جنازة أسألني أسأله يستأذن منه، فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. طيب بعد ذلك ذكر أن حفصة رضي الله عنها جاءت وهي تبكي على أبيها رضي الله عنها بالقرب منه، وهذا الكلام ذكره الإمام البخاري وانفرد به. طيب عن عثمان بن عفان قال أنا آخركم عهدا بعمر، دخلت عليه ورأسه في حجر ابني عبد الله، فقال له لولدي عبد الله ضع خدي بالأرض، ضع خدي بالأرض، قال فهل فخذي والأرض إلا سواء، يعني قال لأبيه وهل فهل فخذي والأرض إلا سواء، قال ضع خدي بالأرض لا أم لك، وهذه الكلمة يقولونها لبيان أن العقل مع صاحبه وليست للسب، لا أم لك، فقولهم ثكلتك أمك. قال في الثانية أو الثالثة وسمعته يقول ويلي وويل أمي إن لم تغفر لي، يخاطب ربه، قال حتى فاضت نفسه رضي الله عنه. قال سعد بن أبي وقاص طعن عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة 23، يعني حكم 10 سنوات، ودفن يوم الأحد صبيحة هلال المحرم. قال معاوية كان عمر ابن 63، دي فيها خلاف، كان عمره زي عمر أبي بكر وزي عمر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وعن الشعبي أن أبا بكر قبض وهو ابن 63، وأن عمر قبض وهو ابن 63، ذا الشعبي ابن شراحيل قال كذا. وعن سالم بن عبد الله أن عمر قبض وهو ابن 65، ذا سالم ابن عبد الله ابن عمر هو حفيده. وقال ابن عباس كان عمر ابن 66، المهم هو كم 60 سنة. وقال قتادة ابن 61، وصلى عليه صهيب رضي الله عنه، صلى على عمر رضي الله عنه. آخر كلمة أنا دار أختم بها، ودي رسالة للروافض ولغيرهم ممن يبغض عمر ويدعي أنه يحب علي رضي الله عنه ويحترم علي رضي الله عنه كذبا وزورا. قال عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال لما غسل عمر وكفن وحمل على سريره وقف عليه
علي، يعني وقف على سرير عمر علي رضي الله عنه، فقال: والله ما على الأرض رجل أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى بالثوب، يعني أنه يحب أن يلقى الله بصحيفة منه عمر رضي الله، وهذا علي رضي الله عنه. شكاية الروافض دين ناظروه بدعوه، والله تقولون علي رضي الله عنه هذا رأيكم جوش، لو كلام حق أثنى عليه عمر، ولو كلام باطل انتوا قلتوا عندنا 12 من طوائف وقلتوا عندنا 12 معصومين، ها رأيكم علي كيف يغلط وهو معصوم؟ قل لنا الحسن رضي الله عنه لما صار واليا وجعل معاوية رضي الله عنه واليا، وانتوا بتبغضوا معاوية، هل الحسن رضي الله عنه أخطأ بتوليته لمعاوية أم كان مصيبا؟ لو قالوا أخطأ دي بتبطل لهم العقيدة بتاعت الـ 12 إمام المعصومين، لأنه أخطأ معناه شنو؟ ما معصوم. ولو قالوا أصاب وده الصواب، يبقى الحسن قدم رجلا صالحا للمسلمين وهو معاوية رضي الله عنه، وده الحق. والناس دي ما عندهم حجة أصلا، الكلام يطول، وهذه بعض المقتطفات عن عمر رضي الله عنه، ذلك الإمام الجبل القائد المغوار رضي الله عنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلمات اختصرت.